المشاعر من عدد من حجاج بيت الله الحرام، وأيضا الصورة خلفك التي تبين مدى الراحة التي يؤدون بها رمي الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق. شكرا جزيلا لك فيصل، وأيضا نسأل الله أن يحفظ حجاجه وأن يتقبل منهم حجهم في هذا العام. دعوني مشاهدينا الكرام نستكمل هذه الحلقة، وأيضا أرحب بضيفي هنا في الاستوديو الدكتور فيصل التميمي، مدير عام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. أهلا بك دكتور فيصل. أهلا أخي الكريم، كل عام وأنتم بخير. حياك الله، وكل عام وأنت بخير. بداية دكتور فيصل، نود أن نتعرف على دور المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في حفظ تاريخ الحج. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أنشئ المركز الوطني للوثائق والمحفوظات وكلف بعدد من المهام، يكون من أهمها هو الاهتمام بوثائق الدولة ورعايتها وحفظها وتسهيل تداولها والاطلاع عليها من قبل الأشخاص المعنيين. في سياق الحج والحديث عن الحج، من أهم مهام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات الواردة في نظامه قيامه بالحفظ الدائم لجميع ما يتعلق بالحرمين الشريفين من الوثائق الحكومية، بما مرت من ميزانيات وعمليات توسعة وجميع ما يتعلق بالحرمين الشريفين وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بالحج. فهذه وثائق من النوع الذي لا يتلف بشكل دائم، لا يتلف إطلاقا، إنما يحفظ لدى المركز بشكل دائم للحرص وللعمل على توثيق تاريخ تطور الحرمين الشريفين في العهد السعودي، من ابتداء من عهد الملك عبد العزيز رحمة الله عليه إلى وقتنا الحاضر، إلى إن شاء الله في المستقبل الزاهر في السنوات القادمة. فهذه ممكن أهم مهمة في اللي نراها حقيقة في المركز، بأنها من أهم مهام المركز بحفظ الوثائق المتعلقة بالحرمين الشريفين. ويزخر حقيقة المركز ومجموعات بعدد كبير جدا من الوثائق التي تتحدث عن الحج وتتحدث عن رعاية الدولة وملوك هذه البلاد وقادتها ومسؤوليها عن الاهتمام بالحجيج والاهتمام بالحرمين الشريفين وتسهيل قدوم الحجيج لأداء مناسكهم كضيوف للرحمن، وأن هذه المهمة التي شرف الله بها المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا هي مسؤولية أكثر من أنها أي شيء آخر. فتقع حقيقة على عاتق الجميع مسؤولية المحافظة على وثائق الحكومة وفيما يتعلق على وجه الخصوص الوثائق المتعلقة بالحرمين والحج. نعم دكتور فيصل، يعني مثل هذه الوثائق، تذكرت أن هناك وثائق من عهد مؤسس هذه الدولة الملك عبد العزيز طيب الله ثراه، وأيضا أبناء الملوك من بعده رحمهم الله، إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، نسأل الله أن يحفظه ويمن عليه بالصحة والعافية. يعني مثل هذه الوثائق المهمة، يعني ما أهميتها وكيف يمكن الاستفادة منها؟ تكمن أهمية هذه الوثائق بأنها توثق جهود المملكة وقادة المملكة فيما قاموا به في عمارة المسجد الحرام وعمارة أيضا المسجد النبوي، وما قاموا به من جهود ومن ضخ كبير جدا للميزانيات وتسخير الكوادر البشرية وتسخير كل شيء لخدمة الحرمين الشريفين وتسهيل مهمة ضيوف الرحمن عندما يأتون إلى المملكة. ويعمل المركز حقيقة على إظهار هذه الوثائق من فترة إلى فترة لإبراز ما يوجد لدى المركز من كنوز حقيقة تظهر اهتمام القيادة واهتمام الشعب نفسه. نلاحظ جميعا نحن في الأيام الماضية جميع مسؤولين المملكة كانوا متواجدين في المشاعر المقدسة وعلى رأسهم سمو سيدي ولي العهد حفظه الله، ولمسنا حقيقة من الجميع اهتمام كبير جدا ظهر على شاشات التلفزيون وفي اللقاءات. أيضا الكلمة الضافية التي ألقاها سمو سيدي بالأمس نيابة عن سيدي خادم الحرمين الشريفين عندما يعني أكد على أن المملكة تسخر كافة الجهود والإمكانيات لخدمة الحجيج إلى ما لا نهاية. هذه الكلمة الأخيرة إلى ما لا نهاية تنص على أنه لا حدود ولا سقف لجهود المملكة في عملية خدمة الحجاج. لا نضع لأنفسنا سقف لأنه سنتوقف عند هذا السقف. الطموح يصل إلى عنان السماء. المملكة الحمد لله في السنوات الماضية نلاحظ تطور كبير في مستوى الخدمات المقدمة للحجيج،
منذ وجودهم في دولهم حتى وصولهم إلى مكة ومغادرتهم مرة أخرى إلى من الأراضي السعودية إلى ديارهم. مبادرة طريق مكة تسهيل الأمور على الحجيج، توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وتقنية المعلومات لخدمة الحجيج، كل هذه أمور تستثمر فيها المملكة ولا تدخر فيها أي جهدا، سواء جهدا بشريا ولا تستكثر عليها أمور أو ميزانيات. كل الهدف الأساسي هو راحة ضيوف الرحمن وتسهيل تنقلاتهم وأداء مهامهم مناسكهم بكل يسر وسهولة. نعم دكتور فيصل، يعني ما ذكرت أنت أنه يوجد وثائق من عهد جلالة الملك عبد العزيز طيب الله أثره، دعني أستعرض وإياك وأيضا الأخوة المشاهدين والمشاهدات الوثيقة. هناك وثيقة من وثائق الحج بعهد جلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله أثره. الأخوان في الإعداد إذا يجهزوا لنا هذه الوثيقة، وثيقة من وثائق الحج، وهي في عهد من عهد خادم أو من عهد جلالة الملك عبد العزيز طيب الله أثره. كلمتنا وتوحيد شؤوننا وحفظ جامعتنا، فليس لنا جامعة نجتمع عليها إلا جامعة الكتاب والسنة. يعني هذه الوثيقة طبعا التسجيل الصوتي لجلالة الملك عبد العزيز طيب الله أثره، هذه الوثيقة وهي من الوثائق التي تعنى بترتيبات الحج، لو تحدثنا عن هذه الوثيقة. اهتمام القيادة الرشيدة بهذه البلاد الطاهرة منذ عهد الملك عبد العزيز إلى الآن لم يتوقف فيما يتعلق بالحرمين الشريفين وبالحج بالذات. هذه الوثائق يعني أثر المركز أنه يخرجها في قالب عصري وفي قالب جديد ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي لإيصال صوت بأنه قيادة هذه البلاد وشعبها الكريم حريصون كل الحرص على راحة ضيوف الرحمن. من ضمن الوثائق التي توجد لدى المركز لدينا وثيقة مثلا في عام 1344 في تقريبا يعني قرابة 100 سنة في ظل يعني شح الموارد المالية وقلة الكفاءات البشرية، إلا أن الملك عبد العزيز رحمة الله عليه ومن حبه وحرصه على الحرمين الشريفين وعلى الحرم المكي بالذات أمر رحمه الله بترميم المسجد النبوي الحرام بترميما كاملا على الرغم كما ذكرت من شح الموارد في ذاك الوقت، وبعدها ب 22 عام أمر بتجديد سقف المسعى وعمل باب جديد مغطى بصفائح، باب جديد للكعبة ومغطى بصفائح من الفضة. كل هذه يعني أشياء يعني ممكن يراها الأشخاص العاديين أو الأشخاص الغير مطلعين بأنها أشياء ممكن تظل من ضمن تحسين الصورة، لا على العكس، هو إيمان راسخ لدى قيادات هذه البلد نابع من جلالة الملك عبد العزيز رحمة الله عليه بأنه ما يقوم به جلالته وأبنائه الكرام من بعده رحمة الله عليهم وخادم الحرمين سيدي خادم الحرمين الشريفين لا يقوم به كنوع من الحب الظهور أو شيء آخر، على العكس هم يقومون به من مواجب من إحساس داخلي وقناعة داخلية في وجدانهم بأن هذا واجب ينبغي أن نقوم فيه لخدمة حجيج البيت الله الحرام وضيوف الرحمن. نعم دكتور فيصل، أيضا هناك وثيقة أخرى من الوثائق في عهد جلالة الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله، لو نطلع عليها الأخوة في الإعداد. الوثيقة جاهزة. العمل جاد بهمة ونشاط في عمارة الحرم المكي الشريف وتوسعته دون ظن بالمال أو الجهد. إذن دكتور فيصل، هذه وثيقة أخرى في عهد الملك سعود رحمه الله تتحدث عن فيما يبدو تنظيم استقبال الحجاج. نعم.
لو تعطينا تفاصيل عن هذه الوثيقة. نعم، هو كان هناك طبعا في بداية الدولة أو في بداية إنشاء الدولة في عهد الملك سعود، كان هناك يعني كما تعرف في ذاك الوقت لم يكن هناك التنظيم الحالي الموجود الآن، فكان هناك يجب أن يكون هناك تدخل من قبل قيادة هذا البلد، وهو ما تم فعلا لتنظيم دخول الحجاج وخروجهم من أراضي المملكة العربية السعودية. أيضا يوجد لدينا في المركز العديد والعديد من الوثائق في عهد الملك سعود رحمة الله عليه، حيث تظهر عدد من الوثائق في المملكة أنه أمر جلالته رحمة الله عليه بتركيب مضخة لرفع مياه زمزم من البئر. كما تعرف في السابق كانت تخرج عن طريق الحبال وبطريقة تقليدية، وكانت متعبة للحجيج خصوصا في حال ازدحام وتزايد أعداد الحجيج، لكنه أمر رحمة الله عليه بتركيب مضخة لسحب المياه لتسهيل خروج المياه وإخراج كميات كبيرة لتغطية احتياجات الحجاج والمعتمرين في الحرم المكي. وأيضا أنشأ في هذا السياق أنشأ بناء آخر لسقيا زمزم يقع مباشرة أمام البئر، وأمر رحمة الله عليه بتوسيعة المطاف وأيضا بترميم الكعبة. نعم، إذا هذا في عهد الملك سعود. ننتقل الآن إلى عهد الملك فيصل. أيضا هناك وثيقة أخرى في عهد جلالة الملك فيصل تتحدث عن أيضا فيما يبدو خدمة حجاج بيت الله الحرام كما توارث من جلالة الملك عبد العزيز وأيضا أخيه المغفور له الملك سعود. ننظر الآن إلى وثيقة من عهد جلالة الملك فيصل بن عبد العزيز رحمه الله. لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك. إنه لشرف عظيم لهذا الشعب، شعب المملكة العربية السعودية، أن يكون له الحظ في خدمة الأماكن المقدسة، وأن يقوم على حفظ راحتكم واطمئنانكم وأمنكم في هذه الأماكن. وإن هذا من أولى الواجبات التي يعتبرها هذا الشعب من أولى واجباته، ولا يقصد من ذلك أن يحصل على شكر. إذن هنا تسجيل صوتي بصوت الملك فيصل رحمه الله فيما يبدو أنه كان مخاطبا الحجاج. نعم، وهذه الوثيقة منذ عام 1394 تتحدث أيضا عن خدمة الحجاج. لو تطلعنا أكثر على تفاصيل فيها وأيضا ما قدم في خدمة للحجاج في عهد الملك فيصل. طبعا حرصت قيادة هذا البلاد حفظها الله منذ عهد الملك عبد العزيز إلى اليوم على تنظيم استقبال رسمي لضيوف حجاج بيت الله أو رؤوس البعثات الحج، وهما شاهدنا النسخة الأخيرة منها بالأمس عندما استقبل سمو سيدي ولي العهد رؤساء البعثات الحج في الدول الإسلامية. فهذا يعني ديدا قيادة هذه البلاد حفظها الله. فيقال خلال الاجتماع يقال كلمة من قبل خادم الحرمين الشريفين فلقاها بالأمس سمو سيدي ولي العهد. فالكلمة التي ذكرها أو التي عرضت على الشاشة قبل قليل من قبل جلالة الملك فيصل رحمة الله عليه تأتي ضمن سياق استقبال الضيوف الرسميين أو استقبال رؤساء الوفود الحج من الدول الإسلامية. فظهر الحديث مثل ما نرى أنه كان مخاطبا لرؤساء هذه البعثات. في عهد الملك فيصل أمر أيضا برحمة الله عليه ببناء مبنى لمكتبة الحرم الشريف وهي تقع في منطقة الحرم، وأيضا أمر ببناء مصنع خاص لكسوة الكعبة عوضا عن يعني جلب الكسوة من خارج المملكة. الحمد لله المملكة في ذلك الوقت يعني وصلت إلى مرحلة من توفر الإمكانيات المادية وتوفر الكوادر البشرية وتوفر المعرفة، لأن تكون تصنع الكعبة الخاصة ب أو تصنع عفوا الكسوة الخاصة بالكعبة تصنع داخل المملكة وليس في خارجها. فتم إنشاءها في عهد الملك فيصل رحمة الله عليه. وأيضا يعني بنعرج أيضا في حديث آخر عن الملك خالد رحمة الله عليه، حيث أمر رحمة الله عليه بتوسيعة المطاف وفرش أرضيات الحرم المكي بنوع خاص من البلاط اللي مقاوم للحرارة، كما أمر رحمة الله عليه بصناعة الباب خاص للكعبة في عام 1399 من الذهب الخالص. فقيادة البلاد رحمة الله عليهم السابقين وانتهام بسيدي خادم الحرمين الشريفين أطال الله عمره تحرص كل الحرص على بذل الغالي والنفيس لتقديم كل ما يمكن تقديمه لحجاج بيت الله الحرام لتسهيل مهام حجهم ولكي تكون التجربة الحج بالنسبة للحاج خصوصا من خارج المملكة والذي ممكن يحج في حياته إلا مرة واحدة
أنها تكون تجربة متميزة، تجربة يتمنى إعادتها مرة أخرى، تجربة يعني تعج بالروحانية وتعج بالمشاعر الدينية في جو إيماني وجو روحاني. نعم دكتور فيصل، يعني في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز، نعم، هو أول من أطلق اسم أو لقب خادم الحرمين الشريفين بالضبط على نفسه خدمة لحجاج بيت الله الحرام. دعنا ننظر أو نتابع والإخوة المشاهدين والمشاهدات هذه الوثيقة والتي هي مؤرخة من عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز، نتابع. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. أعتقد أن أي منصف يلمس بنفسه ما قدمت هذه الدولة من خدمات الحجاج بيت الله الحرام، وليس هذا شيء أفتخر به، ولكن يعتبره من أفضل الواجبات الذي أوجبها رب العزة والجلال على من والله ولاه أمر هذه البلاد رئيسا وحكومة وشعب. إذن دكتور فيصل، هذه الوثيقة من عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز، وكانت تتحدث عن تنظيم استقبال الحجاج أو دخول الحجاج، لو نتحدث عن هذه الوثيقة. تنظيم الحجاج القادمين من خارج المملكة كما نعرف يمر بإجراءات كثيرة متعددة من تأشيرة ومن دخول المملكة، فحرصت يعني أو حرصت قيادة المملكة في ذاك الوقت على تسهيل هذه الأمور في تقليل الإجراءات المتعلقة بعملية التأشيرات مع الحفاظ على الجوانب الأمنية وخلافة والجوانب أيضا الصحية، وهذه الوثيقة تصب في هذا الموضوع. وكما تفضلت أخي الكريم في بداية حديثك قبل قليل بأنه خادم الملك فهد بن عبد العزيز رحمة الله عليه هو أول من تسمى بلقب خادم الحرمين الشريفين، وكلنا نعرف هذا المقطع الشهير والمرئي اللي ذكر فيه خادم الحرمين الشريفين إطلاق هذا اللقب على نفسه، فهذا إحساس منه رحمة الله عليه بأهمية الحرمين الشريفين وأهمية أن يكون ملك هذه البلاد وعاهل هذه البلاد خادما للحرمين الشريفين، فهذا شرف يعني لا يعدله شرف، بالعكس هو مسؤولية كبيرة جدا تقع على عاتق عاهل هذه البلاد وملكها، وتقع أيضا على كاهل كل مواطن في المملكة العربية السعودية، في كل بيت على امتداد رقعة المملكة الجغرافية نشاهد مثلا في كل بيت مثلا نرى مثلا شخص من الأشخاص من هذا البيت موجود في الحرم أو في المشاعر المقدسة لخدمة الحجيج، شخص آخر موجود مثلا على أحد المنافذ أو الموانئ أو المطارات لتسهيل قدوم الحجيج، فالكل يشارك وكل يحاول أن يحظى بشرف المشاركة في خدمة الحجيج، وحتى الذي لم تتأتى له الفرصة للمشاركة في هذا الاجتماع في هذه الشرف الكبير تجده يجلس في بيته أو في مكان عمله الخاص وقلبه مشتاق ليتعلق بما يتم في المشاعر المقدسة من جهود ومن أمور استثنائية يقوم بها يعني أبطال الصحة وأبطال الأمن بتوجيهات القيادة الرشيدة الممثلة بسيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد. نعم دكتور فيصل، يعني لو نتحدث عن طبعا هناك وثائق أخرى في عهد الملك نعم عبد الله. نعم الملك فهد، نعم الملك فهد طبعا هو أطلق التوسعة الكبرى اللي ما يسمى بالتوسعة الكبرى في عام 1409، وتضاعف مساحة المخصصة للحرم المكي، وأضاف حقيقة على الحرم 14 باب إضافي للحرم حتى أصبح تقريبا عدد أبواب الحرم في ذلك الوقت 112 باب، الآن تقريبا قرابة 179 باب في مع التوسعات التي حدثت في عهد الملك عبد الله وفي عهد الملك سلمان. نعم بالحديث عن الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله، دعنا نتابع هذه الوثيقة. نعم. والتي هي مؤرخة من عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز طيب الله ثراه. أيها الأخوة المسلمون، تجتمعون اليوم قادمين من كل فج عميق على صعيد واحد وفي زمن واحد، لا فرق بينكم إلا بالتقوى، هنا تتوحد النفوس ويتلاشى الخلاف ولا يبقى غير رابطة الإيمان
الراسخ في القلوب. إذن دكتور فيصل، أيضا الملك عبد الله سيرا على خطى إخوانه ملوك المملكة السابقين ووالد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن طيب الله ثراه في خدمة حجاج بيت الله الحرام، أصدر هذه الوثيقة وهذه الأمر بتنظيم حجاج الداخل. الوثائق السابقة كانت تتحدث عن تنظيم الحجاج القادمين من خارج المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، أصدر هذا التنظيم أو هذا الأمر بتنظيم حجاج الداخل. نعم، أتت هذه الوثيقة طبعا استشعارا من القيادة في ذلك الوقت، ممثلة بالملك عبد الله بن عبد العزيز رحمة الله عليه، بتزايد أعداد الحجيج من الخارج وأيضا تزايد أعداد الحجاج من الداخل، ولم يكن هناك في ذلك الوقت تنظيم لأعداد الحجيج، وهناك تصاريح لوجود أو دخول الحجاج من الداخل إلى تأدية مناسك الحج، فظهر هذا التنظيم بأنه إعطاء الأولوية للحج لمن لم يحج وإصدار تصاريح خاصة بالحج للدخول، وكلنا مرينا فيها في السنوات الماضية شهدنا أنه هناك تشديد من قبل الجهات المسؤولة في المملكة على تنظيم هذا الحج وعدم وجود مخالفة بأنه لا يمكن لا يوجد حج إلا بتصريح، وأنه التصريح هذا إذا لم يكن موجود هذا الحاج، إذا لم يكن هذا التصريح موجود فيعد هذا الحاج مخالف. هذا من باب إعطاء الفرصة والمجال للأشخاص الذين لم يتمكنوا من أداء مناسك الحج سواء من الداخل أو من الخارج لأداء مناسك حجهم، عوضا عن تكرار الحج لسنوات مستمرة من دون انقطاع. فبالتالي يعني هذا ممكن أن يتيح المجال للأشخاص الآخرين بأداء مناسك الحج بيسر إن شاء الله وسهولة. نعم، آخر وثيقة لدينا هي وثيقة من عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، نسأل الله أن يحفظه ويمتع بالصحة والعافية. نتابع معك دكتور فيصل وأيضا مع الإخوة المشاهدين والمشاهدات هذه الوثيقة. المملكة تعتز وتشرف بخدمة الحرمين الشريفين وغضبهما، هو شرف خصها الله به، وسخرت المملكة السعودية كل إمكاناتها لخدمة ضيوف الرحمن والسار على راحتهم وتوفيق كل السبل لتسهيل أدائهم لمناسكهم بكل يسر وطمأنينة. إذن دكتور فيصل، هذه الوثيقة تتحدث عن تنظيم أو نظام مقدمي الخدمة. الوثائق السابقة كانت تتحدث عن حجاج الخارج، وثيقة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله تتحدث عن نظام حجاج الداخل، الآن هذه الوثيقة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز تتحدث عن نظام مقدمي الخدمة لحجاج بيت الله الحرام. نعم، هذه الوثيقة يعني تنص على أو تظهر بشكل جلي اهتمام القيادة الرشيدة ممثلة بسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وسمو ولي عهده الأمين أيدهم الله بأن يكون عمل شركات مقدمة لخدمات الحج والعمرة داخل المملكة محوكم بشكل ممتاز. الخدمات المقدمة للحجيج تكون في ضمن إطار ونطاق معين، تأكد بشكل كامل بأنه الشركات التي تقدم هذه الخدمات سواء لحجاج الداخل أو لحجاج الخارج أنها تفي بالمتطلبات الأساسية للوصول للهدف الأساسي الذي تسعى له القيادة وتسعى له الحكومة المملكة العربية السعودية، وهو التسهيل على الحاج وعدم تكبد الحجاج سواء من الداخل أو الخارج إلى مشقة وعناء أو الاجتهادات الشخصية من قبل بعض الشركات التي تقدم خدمات الطوافة أو خدمات الحج. أيضا يعني لا يفوتني أن أشير أنه في عهد الزاهر لسيدي خادم الحرمين الشريفين حدثت هناك أحداث كثيرة فيما يتعلق بالحرم المكي الشريف على وجه الخصوص، حيث تم إضافة 4 منارات جديدة. المنارة الواحدة تقريبا ترتفع إلى 135 متر لتغطي أماكن التوسعة الأخرى، وأيضا تمت إضافة 12 قبة سماوية متحركة وستة ثابتة لإظهار فن العمارة الإسلامي في الحرم الشريف الحرم المكي الشريف، وأيضا لإظهار الصبغة الإسلامية في العمارة لدى الحجاج القادمين من خارج المملكة. كما نعرف في آخر تصريح للمسؤولين
قبل يومين بأن عدد الحجاج تقريبا وصل إلى 100,800,000 حاج من 150 دولة. فهؤلاء صحيح. تقريبا ممكن أن نعدهم بأنهم سفراء لدولهم لدى المملكة بأنهم يقدمون الصورة التي المشرقة الحقيقية التي رأوها في الحرمين الشريفين ورأوها في جميع مراحل وإجراءات رحلة الحج التي بدأت من الحصول على تأشيرة الحج وثم الوصول إلى الأراضي المقدسة ومغادرتها. كل هذه تجربة يستحق أن يعني يرويها هؤلاء الحجاج الذين قدموا من أكثر من 150 دولة إلى أهاليهم وإلى دولهم حين عودتهم إلى المملكة إلى دولهم، وإظهار الصورة الحقيقية للمشرق والمشرقة للإسلام، والصورة الحقيقية أيضا للحكومة السعودية وجهودها وجهود قادة هذه البلاد وجهود أبطال الصحة وأبطال الأمن الموجودين في المشاعر المقدسة حاليا. نعم دكتور فيصل، نحن استعرضنا هذه الوثائق وهي يعني تمثل عينة من الوثائق الموجودة لديكم فيما يخص الحج. لو تطلعنا أكثر على أبرز الوثائق المتعلقة بالحج لديكم في المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. من أهم الوثائق التي رأيتها حقيقة وطلعت عليها بنفسي وثيقة موقعة من الملكة جلالة الملك عبد العزيز رحمة الله عليه، يوجه فيه المسؤولين كافة بعدم السماح للحجاج بالقدوم إلى مكة مشيا على الأقدام. فوجههم رحمة الله عليه بإيجاد وسائل نقل حديثة وآمنة ومريحة لنقل الحجاج وإيصالهم إلى المشاعر المقدسة وإعادتهم إلى المناطق التي قدموا منها. وكان يعني حرصه رحمة الله عليها لخوفا على الحجاج من الحر الشديد والإصابة أيضا بالأمراض والتعرض مثلا لبعض الأمراض خلال انتقالهم. فهذه يمكن تكون أهم يمكن وثيقة يعني يمكن اطلعت عليها في هذا المجال، تظهر يعني اهتمامه رحمة الله عليه بأصدق التفاصيل، بأنه حتى نوفر للحجاج السيارات على الرغم من شح السيارات في ذلك الوقت، إلا أنه أكد على المسؤولين وتم تنفيذ هذا الأمر وتم يعني توفير وسائل النقل لهؤلاء الحجاج. والمركز أيضا يوجد لديه العديد والعديد من الوثائق التي تظهر يعني بشكل كبير جدا اهتمام هذه البلاد وقادتها في الحج وأمور الحج وخدمة ضيوف الرحمن. والمركز يعمل كل فترة على تنظيم هذه الوثائق وإخراجها بشكل على حسب المناسبات، مثل ما موجود الآن مناسبة الحج، ولدينا إن شاء الله مشروع كامل لإطلاق هذه الوثائق في ضمن عمل علمي متميز ومحكم لإظهار الجهود السعودية مدعمة بالوثائق في خدمة الحجاج وخدمة ضيوف الرحمن. أيضا دكتور فيصل، يعني مثل هذه الوثائق يعني الكثير يحرص على الاطلاع عليها. نعم. يعني هل هناك آلية لمثلا أرشفة هذه الوثائق وطريقة لعرضها لتكون متاحة لمثلا للجميع؟ نعم، المركز يعمل الآن على إطلاق منصة رقمية خاصة باستعراض مثل هذه الأمور، استعراض مثل هذه الوثائق. يوجد لدى المركز الآن أيضا البوابة الإلكترونية يمكن أن يستعرض فيها الزائر جميع ما يرغب الاطلاع عليه من وثائق الحرمين الشريفين عن طريق إدخال المصطلح المناسب، إما إدخال الحرمين الشريفين أو الحرم المكي، فتظهر له العديد والعديد من الوثائق. لكن نحن نتكلم عن إرث تقريبا يمتد إلى 100 سنة، يعني عندما ذكرت يمكن أول أو يمكن من أهم الوثائق ترجع إلى عام 1344، فنتكلم عن وثائق تعود إلى 100 سنة من الآن. هذه الوثائق مرت في ظروف حفظ تحتاج معها الآن إلى إعادة ترميمها وإعادة الحياة لها، وبالتالي إتاحتها للباحثين وإتاحتها للمطلعين، ومحاولة إظهار الجهود السعودية وجهود قادة هذه البلاد في خدمة الحجيج وخدمة ضيوف الرحمن بشكل يتناسب مع العصر، بشكل رقمي، بشكل إلكتروني كامل، يسمح للشخص من يتداول فيها ويطبعها وإنه يحتفظ فيها لاستخدامها مثلا لأغراض الشخصية وحتى استخدامها في أغراض البحث العلمي. نعم، إذن دكتور فيصل التميمي مدير عام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، شكرا جزيلا لك على حضورك معنا في بسلام آمنين لتغطية حج هذا العام، وأيضا إظهار هذا الإرث الكبير والاهتمام الكبير من قادة هذه البلاد من عهد جلالة الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن طيب الله ثراه، وأيضا من بعده أبنائه رحمهم الله، وصولا إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، نسأل الله أن يحفظه ويمده بالصحة والعافية. شكرا جزيلا لك.
وأيضا الشكر لكم مشاهدينا الكرام. أختم معكم أنا هذه الفترة من بسلام آمنين، ولكن التغطية مستمرة مع الزميل هلال الرحيمي. فاصل قصير ثم يعود إليكم الزميل هلال لاستكمال هذه التغطية المباشرة لحج هذا العام 1444.